ويلا نبتدي. هنشرح النهاردة إن شاء الله شيت 3، الجزء بتاع البلوك دياجرام. كله شايف يا باشمهندسين؟ ايوه يا باشمهندس باي. تمام، ماشي. طيب بالنسبة لأول سؤال هنا في البلوك دياجرام، هو سؤال يعني هنا بس إيه، هو عايز يشوفك إذا كنت أنت فاكر ولا لأ. يعني هو سؤال بسيط جدا، هنعمل سمبليفيكيشن نعمل سمبليفيكيشن هنا عشان إيه، عشان نحولها لفانكشن واحدة. طيب هنبتدي إزاي؟ أولا هنبتدي بأبسط حاجة هنا، ايه اللي هي انت عندك، لو في عندك السامنج بوينت دي هي اول حاجه بتبتدي فيها، اللي هي الجمع والطرح. لو عندك اي سمبليفيكيشن بتعرف تعمله في اي سامنج بوينت بتعمله على طول، دي اول حاجه بتتعمل. باشمهندس ممكن سؤال بس بعد إذنك؟ اتفضل. وأنا عارف كده كده من السيكشن حضرتك بتحل بس تمام، بس معلش لو أمكن يعني توضيح سريع بس لفكرة الشابتر عموما أو الشيت قبل بس ما نحل لو أمكن في 5 دقايق. طيب هو بالنسبة انت عندك دلوقتي، عندك input وعندك output، في ريليشن ما بينهم. الريليشن دي ليها علاقة بكمية بالفانكشنز اللي موجودة قدامك دي. الفانكشنز دي انت بتاخد شوية طرق كده عشان تعمل simplification، عشان تحولها لترانسفير فانكشن واحدة بس، يعني تبقى بلوك واحد، تبقى انت عارف اللي الفانكشن اللي فيه دي هي اللي بتمثل علاقة ما بين الاوتبوت والانبوت، من غير بقى ما تقعد تحسب. يعني انت ممكن تجيبها اناليتيكال في الحسابات عادي يعني. طب لحظة واحدة كده، انا هجيب مثلا 10، هجيب المحاضرة. زي ما انتم شايفين انا شباب في المحاضرة، لما درست في المحاضرة انت عندك مثلا ايه، عندك 2 فانكشن سيريس مع بعض، هتعمل لهم ايه، هضربهم في بعض ليه، عشان احولهم لبلوك واحد بس. يعني انا الهدف في الاخر ان انا يبقى عندي بلوك كده، وعندي انبوت وعندي اوت ايه. فاحنا بنعمل سمبليفيكيشن، بيبقى عندي فانكشنز بتمثل العلاقة ما بين الانبوت والاوتبوت، اذا كان بقى فيدباك، اذا كان اي حاجة سيريز بقى، اي انواع الفانكشن. وبعد كده انا كل اللي بعمله، انا بعمل سمبليفيكيشن عشان اخلي العلاقة تبقى في بلوك واحد بس، يبقى انا عارف ان دي الفانكشن اللي في البلوك ده بتمثل العلاقة ما بين الانبوت والاوتبوت ازاي. بكذا طريقة، مثلا عندك 2 فانكشن اهو، طالما هم سيريز كده ورا بعض ضربهم في بعض، يبقى كده ايه، يبقى انت عارف الترانسفير فانكشن بتمثل العلاقة بين الواي اوف اس واليو اوف اس هي جي 2 اوف اس في جي 1 اوف اس. تمام. طيب لو عندك 2 بال في سامن جبوي كده، يبقى ايه، يبقى بتجمع. وكل ده الدكتور كان قايله بالحساب، يعني بيجيبه من الاول. يعني انت ممكن تمشي الطريقه دي في اي سؤال من اللي احنا هنحله، بس احنا بنعمل سمبليفيكيشن عشان ايه، عشان نجيب دي على طول. عندك مثلا لو في فيدباك، يبقى ايه، يبقى احنا عارفين خلاص ان الفيدباك السمبليفيكيشن بتاعه على طول هو اللي الدكتور عامله اهو هنا. لو ايه، لو في اي فيدباك خلاص، فهي جي واحد في اس الفانكشن اللي فوق على واحد، وبعدين هنا لو ناقص بتبقى دي زائد، ولو زائد يعني ايه، بتبقى دايما عكس الاشارة، يبقى واحد ودايما عكس الاشارة جي واحد في جي 2 بس. وهكذا بقى، انت ما يعني كان الدكتور عمال بيشرح، لو نقلت نقطة، لو نقلت سامنج بوينت، لو يعني كان ايه، كان الدكتور بيشرح الكلام ده. انتوا فاكرين الكلام ده متابعين ولا انتوا ناسينه اصلا؟ ايوه يا باشمهندس فاكرين هي كده كده المحاضرة متسجلة يعني. تمام، نحل بقى على طول ولا لسه حد عنده مشكلة في الشرح؟ اتفضل يا باشمهندس. نحل، ماشي. طيب طالما بقى الناس، طب حد يجاوبني. طب هنا مثلا، يعني هنا عندنا
اسهل حاجه زي ما قلنا ايه الستارنج بوينت، انت بتخلص من الستارنج بوينت الاول، انا هي اسهل حاجه بقى قدام جامعه وطارح. تمام، فاول حاجه هنعملها هنا السؤال ده إن G1 و G2 بارلل، فممكن نجمعهم مع بعض، نلم تمام. في حد تاني كان عايز يتكلم؟ قول. التو سامينج بوينتس مع بعض. نلم الاثنين فانكشن في السامنج بوينت اللي هي ايه، اللي هي جي واحد وجي اتنين. بس انا ما عنديش سامنج بوينت واحده، انا عندي سامنج بوينت تانية. فين السامنج بوينت التانية دي؟ اللي هي اللي تحت دي، اللي هي اللي تحت. يبقى انا الاثنين عندي الفانكشن اللي عندي، النتيجه هتطلع عامله ازاي؟ هاخد الاثنين فانكشن اللي فوق والاثنين فانكشن اللي تحت، وهيبقى جي واحد زائد جي اتنين، عشان دي ايه، عشان دي كانت سامنج بالزائد، ودي هتبقى ايه، هتبقى جي تلاتة ناقص جي أربعة. أنت بتاخد الإشارة على حسب هي داخلة إيه، يعني هنا داخلة بالبوست فهي جي تلاتة، وجي أربعة داخلة بالنيجاتيف أهي، جي تلاتة ناقص جي أربعة، بسيطة جدا أهي. هي اللي تمام. فوق ناقص اللي تحت دايما، او البوزيتيف ناقص النيجاتيف طبيعي. أنت بتشوف ال بتشوف دايما الإشارة اللي هي داخلة عليها في السامنج بوينت، داخلة تمام على البوستيف يبقى بوستيف، داخلة على النيجاتيف يبقى تحط النيجاتيف. طيب الفانكشن اللي عندي دي بقى فانكشن ايه اللي طلعت دي؟ دي فيدباك، نيجاتيف فيدباك. بس فيد بالظبط نيجاتيف، صح كده، نيجاتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك كان موجود في المحاضرة، ان هو بيعمل ازاي، ان هو اللي فوق الفانكشن اللي فوق واحد، وبعد كده عكس الإشارة ضرب الايه الفانكشنز في بعض. بس فالنتيجة هتبقى عاملة ازاي، اهي جي واحد زائد جي اتنين، دي الفانكشن اللي فوق. تمام، وبعد كده واحد دي بالناقص نيجاتيف فيدباك، فهحطها بالبوستيف، جي واحد زائد جي اتنين في جي تلاتة ناقص جي أربعة، أهي هي دي الإجابة. فإيه، فأنا كده عملت سمبليفيكيشن، عملت سمبليفيكيشن للبلوك ده بقى كده. فانا بقى مش محتاج ان انا اقعد، انا كنت ممكن على فكره يا شباب، انتوا ممكن اصلا يعني لو مشيتوا مع الطريقه بتاعه الدكتور، انت ممكن تحلوا دي واحده واحده، يعني ترجع لدي وبعدين تجمع دول وبعدين تحلها واحده واحده من غير اي سمبليفيكيشن. بس احنا لا، احنا مش هنعمل سمبليفيكيشن، لان احنا عايزين ايه، عايزين الفانكشن اللي هتمثل لي العلاقه على طول. بس فهي دي اللي في الاخر البلوك ده، بتكتب بس العلاقه ما بين الاثنين. يعني هي اول مساله بسيطه جدا، يعني واضحه يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. نصعب الدنيا شوية بقى، السؤال التاني. طيب ده بقى السؤال التاني يا شباب، فين ايه أول حاجة هنعملها؟ ممكن H1 و H2. بقى أسهل حاجة ليه؟ summing point أنا عارفها واضحة، مش محتاج إن أنا إيه أفكر في أي حاجة، هي كده كده اتنين داخلين على summing point، مفيش أي function معترضة للموضوع ده. فهنرجع بس طبعا عشان دي بوزيتيف ودي نيجاتيف، هتبقى اتش 1 ناقص اتش 2، دي اول حاجه، دي اول حاجه هتعملها، عشان هتبقى اتش 1 ناقص اتش 2. تمام. طيب بص عموما في الحل، يعني طبعا الكلام ده هيظهر في المساله الثالثه والمساله دي مش في المساله الاولى، ساعات الفانكشن بتبقى كتير قوي، يعني الفانكشن معاك بتبقى كتير جدا. طب انت لو مش عايز تلخبط، بس ده ليك انت طبعا، في الاخر بتعوض بيها، بتعمل انت عارف ان ايه، ان اتش 1 هتبقى ناقص اتش 2، فانت ممكن تسمي دي فانكشن من عندك، هتقول مثلا ايه، بس انا ما عملتش كده، انا بقول لك ده ليك انت لو عايز ايه، لو عايز ما تلخبطش في الحل ولا حاجه، بس طبعا هترجعها تاني، هتقول مثلا ان اكس بتساوي اتش 1 ناقص اتش 2. تمام، فلو عايز تعملها مع نفسك مثلا، لو انت متلخبط من الحل اللي انا عامله وعايز تعملها مع نفسك عشان ما تتلخبطش، ممكن ايه، ممكن تسميها فانكشن في الاخر تعوض ب اكس دي ب اتش 1 ناقص اتش 2، ده في حاله لو معادلات كتير قوي انت مش عايز تطلع. طيب معلش اتفضل. استاذنك، انا بتلخبط في الدخل على الموجب وداخل على الثاني. لا لا، الصوت بيقطع جامد، انا مش سامعك. يعني لا علي صوتك كده. هو كده كده حضرتك سامعني؟ اتفضل. انا بقول لحضرتك بس لو توضح لنا حته اللي داخله على الموجب وداخل على السالب، انا بتلخبط فيها يعني. لا مفيش تلخبط فيها ليه، انت اول حاجه دي سامنج بوينت، يعني انا عارف انها هيبقى فيها جمع او طرح. فانت مثلا طب ماشي، انا هجمع، يعني مثلا عندي ايه، عندي اتنين فانكشن اتش 1 واتش 2، اتش 1 واتش 2 انا عارف ان ايه هيبقى فيهم يا جمع يا طرح، بس انا مش عارف الاشارات. تمام، طب انا مش عارف واحده واحده، هي اتش 1 السامنج بوينت داخله على اشاره ايه؟ شرمو.
بص تفسح اه داخلة على شوية بوزيتيف، فانت هتعمل ايه؟ فانت هتخليها بالبوزيتيف. واتش اتنين داخلة على شوية ايه؟ نيجاتيف. بس هتخليها بالنيجاتيف، هتبقى اتش واحد ناقص اتش اتنين بس. طب لو الاتنين بوزيتيف هتخليهم الاتنين بوزيتيف بس. هنجمعهم بقى. بس طب يا شباب، انا هنا لما اعمل دي واحولها خلاص لاتش واحد ناقص اتش اتنين، مش انا اللي عندي هنا، انا بقى انا خلاص انا، بس انا مش عارف الخطوه اللي جايه عندي، انا مش عارف بعد كده اعمل ايه، يعني ما عنديش حاجه واضحه. طيب فتح المايك اقفله يا شباب. طيب هو انا هنا عندي الحته دي، مش ده يعني شكله كده قريب من فيدباك؟ بس ايه المشكله؟ جي 2 لا ايه المشكله؟ ايه اللي يخلي ده مش فيدباك؟ ايه الحاجه النقطة اللي اللي المفروض جامع انا مش عندها ان اللي الستارت summing point، بوينت النقطة اللي هي فيها summing دي point G1. مظبوط، اللي هي الستارتنج بوينت دي صح؟ يبقى المفروض تمام. ننقل ال summing point دي، المفروض ايه؟ ننقل واحدة من ال summing point. الواحده من الستارتنج بوينت، بس انا عندي ايه؟ عندي ده يعني فيدباك جاهز اهو، فطبيعي ان انا يوم ما افكر انقل سامنج بوينت هنقل، يعني هنقل دي مكان، هنقل دي بعد دي صح؟ ده اللي انا عايز اعمله، عايز اخرج دي من الفيدباك سيستم ده عشان ايه؟ عشان اخلص واعمله على طول، لان انا عارف كده كده ايه؟ عارف هيطلع ايه؟ احولها على طول لفانكشن واحده. تمام معايا يا شباب كده؟ يا شباب تمام؟ معاك يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس معاك. تمام. تمام ماشي. طب شايفين بقى ننقلها نوديها فين؟ قبل السمك بوينت الاولى. تمام كويس كويس قوي، قبل السامنج بوينت الاولى، يعني ننقل دي، يعني هننقل الفانكشن دي، السامنج بوينت دي قصدي، معلش هنحطها هنا. تمام ماشي مظبوط. لما كنت بتنقل حاجه دايما كنت بتعدل حاجه، يعني مثلا عندك هنا في المحطه، هتعمل ايه هنا بقى لما تنقل دي؟ هنا المفروض ايوه هنقسمها أقسم على على جي اتش 2. واحد ناقص اتش اتنين. ايه تاني؟ هضربها في اكس. هضربها في اكس اللي هي اتش واحد ناقص اتش اتنين. ها ايه تاني؟ لا اقسمها المفروض على جي يجمع يطرح، لأن دي كانت سميشن بوينت، قول كده تاني معلش. يعني يجمع يطرح الاكس. تمام اديك قربت اهو. هو انا دي سبمشن بوينت، يعني كده كده ما كانتش مضروبه في حاجه، انت لو لاحظته قبليها وقبليها ما فيش حاجه اصلا، هي كده كده ما كانتش مضروبه ولا مقسومه على حاجه، وهي ما لهاش علاقه، ده الفانكشن اللي هتطلع منها هتضيف في جي 2، فهي كده كده اللي قال جي 2 هي لسه، هي كده كده ده لسه هتدخل على جي 2 برضه، هي ما اثرتش على جي 2 في حاجه ولا جي 2 اثرت عليها في حاجه. تمام ده اول حاجه. فاحنا هنا وصلنا خلاص ان في طيب ولا كده جمع ايه وطارح، يعني احنا كده كده وصلنا انها جمع وطارح، فكده كده ما فيهاش اسم ولا طارح، متفقين على كده؟ تمام ولا حد عنده مشكلة؟ عشان لما اوصل للحل ما حدش يتلخبط، عرفنا ليه ما فيش لا اسم ولا طارح؟ يبقى السمينج بوينت لما عاوز انقلها ما بقسمش بقدرة. بس لان ايه يعني، حتى لو شفنا في المحاضرة هنا الدكتور كان عامل كذا مثال اهو، الدكتور مثلا فين، عايز اشوف مثال للسامنج بوينت. الفكره هنا السامنج بوينت لما بتتنقل، يعني مثلا هنا ايه، انا نقلت هنا، نقلت السامنج بوينت بعد الفانكشن، بس انا ضربت هنا. ليه ضربت؟ لان اصلا المفروض ان هي اتنقلت بعد فانكشن، فهنا ضربت، انا بس مش عايز اتلخبط في الحته دي عشان مهمه. فهنا ايه، فهنا ضربت في جي، الكلام ده مظبوط. طب هو انا هنا اصلا لو انا مثلا نقلت، انا احنا اتفقنا خلاص هننقل دي قبل السامنج بوينت الثانيه عشان دي تبقى عندي فيدباك، هو انا لما انقل قبل دي هعدي على جي 2؟ لا. هعدي على اي فانكشن وانا بنقل؟ لا انا مش هعدي على اي فانكشن، يبقى انا كده اتفقت لما انا مش هعدي على فانكشن اصلا يبقى لا في اسم ولا في طلب، يبقى هي جمع وطرح. اجمع ايه وطرح ايه بقى؟ اجمع الفيدباك اللي جاي لي انا اعمل تأثيره. تمام. الفيدباك اللي جاي لي كان الار اس دي، الار اف اس كانت داخله وبعد كده هتدخل على دي، فالمفروض ان الفيدباك كان هيدخل عليها عشان يتجمع على جي 1، جي 1 ار اوف اس. تمام ماشي. ايه تاني؟
هجمع اكس على جي واحد يا باشمهندس. لا انت ايه علاقتك، انت ايه علاقتك بجي واحد؟ هي جي واحد، بص جي واحد دلوقتي كانت داخله، يعني جي واحد ايه اللي داخل عليها اصلا؟ الاي اف اس، الاي اف اس داخل على السامنج بوينت. فانت لما تنقل دي هنا جي واحد اي اف اس داخل على السامنج بوينت برضه، يبقى جي واحد كده ما تاثرتش اصلا بالنقله دي خالص. تمام صح ولا لا؟ تمام تمام، يبقى احنا كده خلصنا من جي واحد، ان جي واحد دي مش هتاثر خالص. تمام، وايه تاني اللي داخل في السامنج بوينت؟ اللي داخل في السامنج بوينت هو اللي طالع من السامنج بوينت الاولانيه. تمام ماشي، يبقى احنا كده الحاجتين اللي كانوا داخلين في السامنج بوينت دي جي واحد، جي واحد خلاص عرفنا ان انا مش هتاثر عليها بحاجه. الار اس النقطه باشمهندس، ايه؟ الار اس الاي اف اس، الاي اف اس كده كده ضيف جي واحد داخل على السامنج بوينت، فعرفنا ان جي واحد كده مش هتاثر، كده كده انا قلتها هتفضل بعد جي واحد مضروب في الاي اف اس وداخل على السامنج بوينت. النقطه الثانيه اللي هتاثر، اللي مش اللي عايزين نشوفها هتاثر ولا لا، النقطه اللي جايه من السامنج بوينت الاولانيه. طب هي النقطه اللي جايه من السامنج بوينت الاولانيه دي كانت ايه اصلا؟ عارفه كده من الشكل تقول لي هي عباره عن ايه؟ هي ار اس والفيدباك غالبا. ار اس ناقص الفيدباك، مظبوط جدا، ار اس ناقص الفيدباك صح. طيب انا دلوقتي لما انقل هنا، انا قلت خلاص دي هنا اللي دخل على السامنج بوينت الاولانيه هيبقى ايه؟ جي واحد الاي اس بس، يبقى كده داخل الاي اس وداخل الاي اس جي واحد. تمام، يبقى انا كده اللي عندي الفرق اللي عندي الاكس اوف اس اللي هي ايه؟ اللي هي اتش واحد ناقص اتش اتنين. تمام هو ده ماشي. كان طب حد هو قال؟ انا اتفضل. لا لا مع حضرتك اتفضل. تمام، طيب هو انا هنا اصلا الفانكشن الاصليه كانت عندي ايه؟ يعني الفانكشن الاساسيه اللي كانت عندي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اي اف اس ناقص اكس اوف اس زائد جي واحد اي اس، مظبوط كده؟ دي اللي داخله على جي اتنين، كله معايا؟ تمام. طب ماشي، هو انا لو نقلت يا شباب الفانكشن هتبقى عامله ازاي؟ واحده واحده، جي واحد اي اس تمام زائد اي اس صح. بس الفيدباك مش هيخش معايا، فانا عايز اديله تأثيره تاني. ماشي، بس الفيدباك مش هيخش معايا، بتكلم السامنج بوينت الاولانيه لما تتنقل، يعني دي بقت الاولانيه خلاص، هيبقى اللي طالع منها ايه؟ اي اف اس زائد اي جي واحد. تمام تمام. تمام لما ندخل على السامنج بوينت الثانيه ايه اللي هيحصل فيها؟ تطيح من ايه؟ الفيدباك اللي تحت هتطيح من الفيدباك، يبقى اللي داخل على جي 2 هيبقى ايه؟ هيبقى ار اف اس في جي 1 ها ناقص زائد ار اف اس ناقص اكس اوف اس صح؟ صح. صح، عشان بقى ليك انت هنا يا شباب لما تنقل دي مش هتعمل اي حاجه. لو رجعت اللي انا قلت له ده وكتبته فوق، هتلاقي ان النتيجه اللي داخله على جي 2 لو نقلت السامنج بوينت الثانيه دي مكان الاولانيه هتبقى هي، عشان تبقى عارف ليه، لان هي مجرد جامعه طايحه يا باشمهندس، انت اصلا ما عملتش اي حاجه، انت ما خدتش اي حاجه، انت نقلت حاجتين كده كده، ده هيتجمع وده هيطرح عليه برضه في الأول. يعني انت هنا طرحت الايه؟ الفيدباك. طب انت لما نقلت دي هتطرح برضه الفيدباك، مستوعبين الحته دي؟ عشان بس ايه الحته دي مهمه، قول مش واضحة. لا طيب ماشي، احنا هنا وصلنا ان الجزء الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو الاي اس اللي مضروب في جي واحد كده كده مش هيتغير. انا مشكلتي كلها في الجزء ده، انا مشكلتي كلها في الجزء ده، انا عايز اعرف الجزء ده. قلنا ان هو عباره عن اي اف اس ناقص الاكس اوف اس. تمام، طيب انا كده كده لما انقل دي، يعني هنا الفرق ان هنا كنت هطرح الفيدباك. طب انا لما انقل دي هنا، لما انقل السامنج بوينت دي لهنا، مش هطرح الفيدباك بس كده دي اللي فاتح المايك يقفله يا شباب، كده كده هطرحه في السامنج بوينت دي، يعني كده كده الفيدباك هيطرح وهو داخل على جي 2، يبقى انا كده ما غيرتش حاجه. طب تعالى هوضحها لك اكتر، هتبقى كده يا شباب ماشي. تمام، يعني هي هتبقى كده، انا هنا عملت ايه؟ واضح انا عملت ايه ولا مش واضح؟ وبعد كده هشرح هي ليه. واضح انا عملت ايه؟
واضح. واحنا كده غيرنا يا باشمهندس برضه. ايوه غيرت ايه بقى؟ ما انا واحده واحده. المهم ان انا نقلت السامنج بوينت، يعني المهم انت فاهم الحته دي، اللي انا نقلت السامنج بوينت. تمام. تمام ماشي. تعالى بقى نشوف، احنا قلنا طب احنا عارفين ايه. انا بس عايزكم ايه، كل واحد يجيب ورقه وقلم عشان يبقى عارف اللي داخل على شيت 2، عشان تبقى ايه، تبقى مكتوبه قدامك اللي يعني كل واحد كده ورقه وقلم قدامه في البتاع الاصليه اهي، ايه اللي داخل على شيت 2، اكتب قدامك كده عشان تبقى عارف. ها حد يقول ايه اللي داخل على جي 2؟ هيبقى اللي طالع من الجي واحد والفيدباك. اللي طالع من الجي. طيب نجيبها من الاول، السامنج بوينت الاولانيه دي النتيجه بتاعتها ايه؟ النتيجه بتاعتها ار اوف اس ناقص اكس اوف اس. في حد معترض؟ لا. تمام، يبقى اللي داخل على السامنج بوينت دي ايه؟ ار اوف اس ناقص x of s زائد ايه بقى؟ ايه اخر حاجه؟ g1 rs g1 rs g1. اكتبوها عندكم يا باشمهندسين، يعني اللي داخل على g2 هنا اكتبوها عندكم، ايه اللي داخل على g2؟ واحد r of s زائد r of s ناقص x of s. حد مختلف في النقطه دي؟ حد عنده مشكله؟ كله متفق على كده؟ تمام. تعال بقى الحل اللي بتقول اللي انا غيرت فيه ده، تقدروا تحسبوا لي ايه اللي داخل على جي 2 ولا ما تقدروش؟ واحدة واحدة. ها ار في اس في جي 1 زائد ار في اس تمام ناقص اكس ناقص اكس. طب هو مش ده اللي احنا قلناه في الاولانية ولا لا؟ صح بالظبط. تمام يعني تمام يا باشمهندس. انا ليه بشرح لك كده؟ عشان انت نفسك يعني انت طبيعي ان انت ما تكونش مقتنع، يعني انا مش بقول ان انت لازم تشوف الحاجه تبقى مقتنع بيها، فتعمل ايه؟ تثبتها بنفسك، تعملها. انا هجمع واطرح واشوف فعلا هي هتبقى نفس الفانكشن اللي داخل على جي 2، اللي هي اصلا اللي داخل على جي 2 اللي هتطلع من جي 2، اللي هتضيف في جي 2 وتطلع تبقى الاوتبوت ولا لا. لما طلعت هي بعد كده بقى لما تطلع هي ابتدي اشوف هي ليه طلعت هي ليه طب طلعت هي لانها كانت مطرح. قبل كده اللي كان داخل على جي 1 كان ار ار اوف اس ماينس اكس اوف اس، دلوقتي اللي داخل على جي 1 ار لا 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 لا. ايه ده؟ ازاي؟ اللي داخل على جي 1 انت شايف هنا اللي داخل على جي 1 ار اوف اس السامنج بوينت الاولانيه. السامنج بوينت الاولانيه هو انت يا باشمهندس في السامنج بوينت لما بتيجي تاخد حاجه باير كده، يبقى اللي داخل على جي 1 ار اوف اس واللي داخل على السامنج بوينت ار اوف اس برضه يا باشمهندس. الجي اوف 1 مش هنا يا باشمهندس. تمام اسف. لا 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 مش اسف، انا بقولكش عشان تقول لي انا اسف، انا قصدي عشان تفهم. فهمت. تمام خلاص ماشي. يبقى احنا كده بالحل الانالتيكال اللي هو الحل اصلا اللي كنا بنجيب منه ازاي نبسط، عرفنا ان كده مش هتفرق. نفهم بقى ليه كده مش هتفرق؟ لانها جمع وطرح، بس حاجه بسيطه جدا، جمع وطرح. كده كده اتنين سامنج بوينت جمع وطرح، لو نقلتهم مكان بعض ما هو اللي داخل هنا هيتجمع، لو ما طرحش هنا هيتطرح هنا، يعني الاكس اوف اس لو ما اتطرحتش هنا خلاص هتطرح هنا. يعني كده كده اللي داخل على جي 2 هي نفس الفانكشن اللي كانت داخله في الاولانيه، فكده مش تفرق في حاجه. حد لسه مش واصل احنا وصلنا ازاي لكده؟ ها يعني باشمهندس كده هو من الاخر يعني كده كده في اشارتين داخلين على جي 2، سواء الاولانيه مطروحه من الثانيه او الثانيه مطروحه من الاولانيه، مجموعه على سالب الاولانيه في مش فارقه بالظبط مش تفرق. هي الاكس اوف اس لو ما لو لو اتطرحت هنا اتطرحت هنا، المهم ان في اكس اوف اس مطروح، يعني انت كده كده على جي 2 اكس اس بالظبط. انت كده كده لو اثبتها ان ايه مفيش فانكشن هتتضرب في فانكشن، مفيش اي حاجه. الجي اوف 1 ما اتاثرتش، كده كده ار اوف اس في جي اوف 1، الار اوف اس هتفضل هتتجمع برضه، والاكس اوف اس هتتطرح برضه. هي ايه؟ جد اتنين سامنج بوينت جمع وطرح ورا بعض مفيش ما بينهم اي فانكشن تاثر على النتيجه اللي خارجه منهم، فبدلوا مكان بعض بس. يعني بالحل الاناليتيك اللي اثبتنا هي ليه اصلا كده كده ايه انها مش هتفرق. انا بس حاولت يعني حبيت اجيبها لك بالحل الاول وبعدين اوريها لك عشان ايه ما ادالكش قاعده، لان دايما انت لو شاكك
بس طبعا مش هتنفع في الحاجات الكبيره قوي، بس انت دايما لو شاكك اعمل زي ما انا قلت لك كده، اعملها بقى، ابتدي واحده واحده كده، شوف الفانكشن ماشيه ازاي، هي اللي هتطلع لك الحل الصح. تمام ولا حد عنده مشكله؟ تمام يا باشمهندس، يعني هو دلوقتي السامنج بوينت لو انا بنقلها ومفيش اي حاجه حواليها بنقلها عادي، لو في اي حاجه حواليها بشيل الافكت بتاعها من الترانسفير فانكشن سواء اللي قبلها واللي بعديها. اه بالظبط. بس برضو انا عشان اقول لك هي بتختلف من كيس لكيس، يعني انا برضو مش عايز اديك حاجه جنرال عشان ايه ما تتخضش، بس طالما هي سيمبل قوي كده اه بتنقل عادي. انت لو عايز تتاكد ازاي هديك الطريقه اللي اتاكد بيها، يعني انت لو عايز تتاكد ازاي شوف اللي طالع منهم، هي دي الطريقه اللي اتاكد بيها، شوف اللي طالع منهم واللي داخل فيهم، حاجه اتغيرت يبقى انقل عادي. وعلى فكره السؤال اللي جاي برضه هيحصل فيه حاجه زي كده، هقولكوا تاني عشان تشوفوها تاني، انقل عادي. طب ما حصلش فيها يعني لا في حاجه تختلف، لا خلاص اوقف شوف بقى ايه اللي هيختلف، لكن احنا عملناها ومفيش اي حاجه اختلفت، فمجرد نقلناهم بس كده كده الناتج اللي بتاعهم اللي هيتجمع هيتجمع، والنيجاتيف هيبقى معاه الاشاره النيجاتيف برضه، هو داخل على شيء اتنين، فطالما مش هتفرق في النتيجه اه بتعمل كده. هو النقل اصلا انت بتنقل وبعد كده بتشوف التاثير اللي بيحصل فيه وبتحاول تعكسه عشان ترجعه زي الاول، بس يعني هو ده اللي بتعمله. فانا لما نقلت هنا ما لقيتش ان اي حاجه هتاثر، فما احتاجتش ان انا اعكس اي حاجه اصلا. تمام. ها لو حد مش فاهم يقول يا شباب عشان يعني محدش يتكسف عادي. تمام يا باشمهندس، تمام. تمام. طب الشكل ده نعرف نحله طبعا، يعني شكله بسيط جدا، هنعمل ايه بقى؟ نشتغل على الفيدباك اللي في اليمين ايوه وكان نعمل سامينج بوينت. السامنج بوينت النتيجة بتاعتها ايه؟ عشان ما شفتوش الشكل ده فعشان كده سألت. ها النتيجة بتاعتها ايه؟ ما تعقدش الموضوع، فكر. ها هو مش الار اس ده بنعتبره واحد ولا جي 1 زائد ايوه الخط ده صح، الخط ده كان الدكتور بيقول عليه ايه؟ يونيتي صح؟ والواحد ما بيتكتبش. هتبقى ايه؟ ها عادي اعتبرها بارلل بقى، هتبقى ايوه جي 1 بلس 1 ولا ايه؟ بس خلاص. انا بس مش عارف الناس كانت انا كنت مستني حد يقول سهله جدا، واحد براس جي 1 بس، واحد زائد واحد يا شباب بتجمع برضه، بس هي هنا عشان يونيتي فبتحط واحد بس، اظن واضحه يعني. ودي فيدباك فانكشن النتيجه بتاعتها ايه؟ هحط هنا بوزيتيف عشان دي نيجاتيف، عندي اتنين فانكشن سيريس مع بعض اهو اضربهم في بعض. بس حد عنده مشكلة في السؤال ده يا شباب؟ يا شباب لا تمام، هي مشكلة بس كانت في موضوع النقل بتاع الفيدباك عمله اه ما انا بالمين، عارف، انا عشان بس كده وقفت خلاص عندها، الحمد لله انا يعني. عشان كده وقفت عندها. الفيدباك تمام تمام خلاص ماشي. شوف بقى ايه السؤال اللي بعديه. كان في حد بيسأل على الفيدباك يا باشمهندس، بس ايه مش سامع الخطوة بتاعت الفيدباك بس تاني. الخطوه بتاعت الفيدباك. ماشي احنا عندنا في فيدباك سيستم اهو، احنا كده كده عارفين الحل النهائي بتاعه، دي حاجه بتتحفز يعني. اهي عندك فيدباك اهو. الفيدباك غير البارل صح؟ اه بص ماشي. آه بص يا باشمهندس، اللي سأل ده بارل ولا فيدباك؟ احنا عملنا بارل. لا احنا مش عملناه، انا عايزك تقول لي هو بارل ولا فيدباك. بارل بارل. طيب وده فيدباك، ايه الاختلاف ما بينهم بقى؟ الاختلاف من السميشن بوينت في الاخر ولا ايه؟ مش حكاية السمشن بوينت بس، بص السميشن على بوينت الأسفل، ورا مش قدام. بص على الأسفل هنا الاتنين الأسفل داخلين على السميشن بوينت. دي أول حاجة، هي الاتنين داخلين على السمشن بوينت، يبقى أنا كده عيبت إن لما أنا بجمع السامنج بوينت دي بتتعمل إزاي؟ اللي بقى الاتنين داخلين عليها، زي هنا مثلا، ما دي الإشارة الـ أف إس ماشية كده، والجي واحد أف إس ماشية كده، يعني الاتنين داخلين عليها على السامنج بوينت. طب هنا بقى ماشية إزاي؟ ما هنا أولا ده الأوتبوت،
انا واخد من الاوتبوت فيدباك ومرجعه على السامنج بوينت. ليه مرجعه على السامنج بوينت؟ ليه؟ علشان يبقى فيه ريليشن ما بين الفيدباك اللي هو الاوتبوت والانبوت، الانبوت اللي داخل على السامنج بوينت، فكده بيتسمى فيه. فهمت الفرق بين الفيدباك والسامنج والبال ما في سامنج بوينت ولا ما فهمتش؟ شكرا. لا لا عفوا علي مفيش مشكله. طيب خلاص احنا كده كده عارفين الفيدباك بيتعمل ازاي. الفانكشن اللي فوق جي 2 على 1 هتبقى زائد عشان دي فيها نيجاتيف، جي 2 في اتش 1 ناقص اتش 2، ودي قلنا جي 1 زائد 1 هضربهم في بعض بس مش اكتر. جي 2 في 1 زائد جي في 1 على 1 زائد جي 2 اتش 1 ناقص اتش 2 بس، ودي الفانكشن اللي عندي. ماشي يا شباب، خش بقى على السؤال اللي بعديه. ايه رايكم في السؤال ده بقى؟ سؤال لطيف. ولو ممكن نشتغل على اتش 1 وجي 2 ان هم بارل، اتش 1 وجي 2 اللي هم يعني انت مش شايف طب ان في مشكله؟ مش واصلين نفس النقطة. ان اتش 2 مش طالعه من نفس النود، ان جي 2 مش طالعه في نفس النود. لا يعني ايه الفانكشن اللي بتمثل ان اتش 2 بس؟ كويس كده، يبقى انا الحمد لله، يبقى انا المفروض اللي انا دلوقتي مش هينفع اعمل بقى عشان ايه؟ عشان بس الاتش 2 دي ما ينفعش، الاتش 2 دي ممثله لي المشكله، فكده هتغير لي مش ده شكل البقى اللي انا عارفه. المفروض ما يبقاش فيه برانش طالع كده، لا المفروض انها تبقى حاجه زائد حاجه على طول. طب انا اعمل ايه طيب عشان اتخلص من الاتش 2؟ عن البرانش بوينت للنود تنقل السميشن بوينت، تنقل السميشن بوينت هنقلها لل جي 2 فعل جه. انا ما كنتش عايز اشرح مساله 2 عشان حته نقل السبمشن بوينت، مش نقل السبمشن بوينت كده على طول يا باشمهندس. ليه وليه تنقل اصلا السبمشن بوينت؟ لا ممكن نشيلها على طول وندخلها في جي 2، لان انت هنا لا لا ممكن نقل اتش 2 بعد السبمشن بوينت. بالظبط يا باشمهندس، ما نقل اتش 2 ومش بعد. لا ركز، ايه اللي دخل على اتش 2 هنا؟ ايه اللي دخل على اتش 2؟ جي 2 جي 2. طب انا لو نقلتها بعد السبمشن بوينت يبقى اللي داخل على اتش 2 هيختلف صح؟ يختلف، هيبقى داخل على اتش 1 وجي 2. لا هيبقى داخل عليه اتش 1 ومش جي 2. لا هيبقى داخل عليه جي 2 زائد اتش 1 ومضروبه في حاجات ثانيه قبليها. ايوه صح. طب وانا ليه وانا اصلا هفضل ارجع عشان اعرف الحاجات، يعني انا ايه هفضل ارجع عشان اعرف بقى الحاجات اللي مضروبه في اتش 1 طب ليه؟ ده اللي انا اعمل كده، انا كده لقيت حاجه هتاثر لي على طول. طب ما نجيب حاجه بسيطه سهله مجرد اضرب واقسم بس، يعني اعرف انها حاجه واحده بس. هو نقل الاتش 2 صح؟ وانا يبقى نقل الاتش 2 قبل جي 2 اللي بس هي بس كده بس. وانا ايه المشكله لما انقل الاتش 2 كده يا باشمهندس؟ اهي ايه المشكله دي؟ يعني من الحاجات اللي انتوا خدتي دي بقى من اوائل الحاجات. انت بس انا ما قدرتش اشرح والله حته السمنج بوينت، انا عارف انها هتلخبط ناس كتير. مجرد نقل بسيط اهو، وفي زيه في المحاضره بالظبط اهو، اهو شايفينه؟ لا ليه علاقة بسامنج بوينت ولا ليه علاقة بأي حاجة صح؟ مظبوط ماشي. طيب هو فاهمين ليه أنا هضرب في جي 2؟ عشان أدي تأثيرها، عشان لما كانت موجودة كانت جي 2 مؤثرة عليها. بالظبط مظبوط جدا، يعني الحتة دي واضحة، يعني أتمنى تكون واضحة. الفانكشن اللي داخلة على اتش 2 في المسألة الأصلية كانت مضروبة في جي 2، يعني الفانكشن انا ما اعرفش هي ايه، انا ما اعرفش ايه اللي داخل هنا، يعني داخل ورا حسابات كتير فانكشن معينه مضروبه في جي 2. طب انا قلتها قبل جي 2 فانا كده شلت تاثير جي 2. لا يبقى انا لازم اعكس الكلام ده عشان ارجع تاثير جي 2.
ده اعمل ايه؟ بضرب في جي 2. واضحه الحته دي؟ تمام تمام ماشي. يبقى انا بقى زي الباشمهندس ما قال عندي 2 بايلو صح؟ عندي مشكله في الحته دي؟ لا واضحه، اتنين فانكشن بايل مع بعض، مفيش اي حاجه ما بينهم تخليني ان ايه، تخليني ان انا ما ينفعش اجمعهم. فاعمل ايه؟ هجمع بس، هيبقى اتش 1 زائد اتش 2. حد عنده مشكله في النقله دي يا شباب؟ ها ماشي، نعتبر ان ده تمام يعني. طيب هنا بقى انا هعمل ايه؟ اولا يا شباب النوع ده من المسائل، يعني انتوا لو حليتم، لو كان عليه مسائل اكتر او حاجه، ممكن يبقى فيه كذا حل، يعني مش لازم يبقى حل واحد، يعني مش لازم يبقى حل واحد، ممكن يبقى في كذا حل. فانا هعمل الحل الصعب، يعني هو ليه حلين وانا هوريك الحلين، وانا هعمل الحل الصعب وهستنى حد فيكم يفكر لي في حل سهل واحنا مع بعض يعني. فانا هعمل الحل الصعب الاول. طب انا هعمل ايه الحل الصعب؟ يعني هو انا عندي الفانكشن هنا يا شباب، انا عندي 2 سامنج بوينت، عندي 2 سامنج بوينت وعندي 2 فيدباك اهو، ده فيدباك وده فيدباك، تمام؟ بس ده مش فيدباك ايه؟ مش فيدباك سليم. ليه؟ عشان النقطة دي، النقطة اللي أنا عامل عليها دايرة دي عاملة لي مشكلة، فأنا مش عارف آخد الكبير ده فيدباك. طب أنا هعمل حاجة حلوة أوي، أنا هنقل النقطة دي، النقطة الصغيرة النود دي بتاعت اتش 2 جي 2، هنقلها هنا. أهي زي دي، شايفينها يا شباب؟ شايفين دي؟ انتوا فاهمين دي الأول؟ طب يا باشمهندس كنت نقلتها من الأول. طيب إيه؟ كنت نقلتها من الأول، إيه اللي خلاني أنا عشان خلصت من السامنج بوينت، في فرق. هو أنا هنا يا باشمهندس عندي، أنا هنا عندي سامنج بوينت؟ لا، عندي 2 فانكشن عاديين جدا صح؟ ما عنديش سامنج بوينت. أيوه لو نقلتها قبل السامنج بوينت مش هتعرف تنقلها، مش هتطلع نفس الاجابه، هتضطر ترجع من الاول عشان تعرف ايه اللي داخل وايه اللي خارج، وتحسب بقى ايه التاثير اللي عليها. فهمت؟ ماشي، ما انا كنت هحط تاثير اتش 1 واتش 2 عليها لما انقلها قدام. هتحط معلش ممكن تديني تاني، هو انت دلوقتي، انت بتقول لي دلوقتي انقل، يعني انقل من الاول مثلا، انقل اتش 2 دي احطها هنا صح؟ طبعا سامنج بوينت قبل اتش، قبل جي 3. لا انت بتقول لي دلوقتي احط الاتش 2 فين؟ قول لي، فاهمني انت عايزني احط الاتش 2 فين؟ بعد جي 3؟ ماشي، في ماشي بعد جي 3 ماشي، وانا هعمل كده. انت عايز، لا مش ماشي، انت دلوقتي ده اللي انت عايز تعمله، يعني ده اللي انا كنت بقول لك عليه، ان احنا هنقل الاتش 2، هنقل الاتش 2 بس بعد التاثير اللي انا عملته عليها، هنقلها بعد جي 3. طب انت عايز تنقلها من الاول كده، طب وانت لو هتنقلها من الاول كده، انت عارف تاثير الفانكشن اللي انت عارف تاثير الاثنين دول عليها ايه؟ ما انا بقول لحضرتك هاخد تاثير الجي الاتش 1 وجي 2 وجي 3 عليها، يعني الجي 1 الاتش 1. ايوه انت يا باشمهندس بص افهمك على حاجه، لازم الاول تعمل سمبليفيكيشن كده عشان تبين انت ازاي جمعت دول، وتبين تاثير الجي 2 اللي انت عملته بعد. يعني انت، انا لو مكانك اقول لك، انا لو مكانك ونقلت الاتش 2 هنا، انت هتعرف تاثير الفانكشن دي عليهم ازاي. طب التاثير قول لي كده قول لي كده من غير ما تشوف على طول، قول لي تاثير اتش 2. انا هنقل الاتش 2 هنا خلاص، الاتش 2 دي اتنقلت ايه بعد جي 3؟ قول لي بقى كده هتبقى عامله ازاي؟ هي كده هيبقى في اتش 1 المفروض اشيلها منها، فاقسم على اتش 1، اتش 2 خلاص مش هعمل فيها حاجه، وجي 3 اقسم على جي 3 برضه. هتقسم على اتش 1 وتقسم على جي 3 تقريبا، اه يعني تبقى اتش 2 على جي 1 في جي 3. اه تقريبا. طيب ماشي، شوف سبحان الله الحل ما طلعش كده، امال طلع ازاي؟ طلع اتش 2 جي 2 على اتش 1 زائد جي 2 في جي 3. طب ده ليه؟ بتيجي للسمشنج بوينت يعني؟ ازاي ترجع؟ بالظبط يا باشمهندس، ان السمشن اولا قبل السمشنج بوينت، انت لما نقلت دي في جي 2 هنا ضربت، ليه؟ لان انت لما نقلت هنا يا باشمهندس، لما نقلت الاتش من هنا
لما نقلت الاتش من هنا لهنا انت كده ما ضغطتش الجي 2 في وهي داخل الفانكشن اللي كانت داخله في الاتش كانت مضروبه بجي 2. طب انت كده لما نقلتها من هنا الفانكشن ما بقتش مضروبه بجي 2 فانت شلت انت كده نسيت التاثير بتاع جي 2. دي اول حاجه يبقى دي اول فانكشن انت نسيت. ثاني فانكشن انت نسيت التاثير كمان بتاع اتش 1 زائد جي 2. فانت عشان تعمل انت بتقول عليه ده هتلخبط نفسك وده اصلا ما يعتبرش كده سيمبليفيكيشن. يعني انت لو عملت سيمبليفيكيشن اللي انت عملته ده على طول اولا مش هتعرف تحل يعني مش عارف يطلع معاك على طول صعب. ثانيا مش ده سيمبليفيكيشن. انت بتعمل سيمبليفيكيشن بخطوات معروفه عشان توصل للنتيجه. طب انا ممكن اعمل لك سيمبليفيكيشن ده على فكره انا ممكن احل لك المساله دي اناليتيكالي مع في الورق كده واطلع لك البلوك على طول. يعني الاحسن يا باشمهندس ان انا ابعد عن السميشنج بوينت ما اغرش قدامها او قبليها يعني. لا مش الاحسن انت بقى مش مهم. الاحسن انت تحل بخطوات عشان توصل للاجابه المعروفه. ايه الخطوات اللي انا عارفها؟ ان انا بنقل مثلا على فانكشن معينه ببدل سميشن بوينت لو ده مش هيأثر عليا كده. لكن ما ينفعش تحرك الحركه دي كلها انت كده عايز تعدي عايز تعدي سميشن بوينت وعايز تعدي فانكشن ولما قلت لي حتى الاجابه طلعت الاجابه غلط. ما هو ده منطقي. انت كده مش تعمل سيمبليفيكيشن انت كده بتعدل على مزاجك. تمام بس فده مش حل. انت كده ما حلتش ده كده مش يعني ده مش حل اصلا. انت بتقول ده مش حل احنا ليه من ايه انا كنت بفكر بس ليه ما قلناش قدام مثلا خدنا تاثير اتش 1 وجي 3 عليها فعرفت يعني ان دلوقتي حضرتك بص بعد اذنك يا مهندس بعد اذنك اتفضل يا دكتور. بص يا مين معايا طالب مين معايا مين مصطفى اسمك ده. ايه ايوه مصطفى. بص يا مصطفى انت لو نقلت دي هنا شوف التاثير ايه. شايف هي كانت مضروبه في كام هنا او متاخده من ايه اللي جاي هنا داخل كان ايه كان جي 2 صح ده وضعها. طيب لما تنقلها من هنا شوف هيدخل عليها ايه جي 2 بلس اتش 1 صح وكلهم مضروبين في ايه في جي 3 صح كده او جي 2 بلس اتش 1 والاثنين دول مضروبين في جي 3 انت هتاخد من هنا. يبقى ممكن لو عايز انت بقى تحط حاجه تعادل التاثير ده هتقسم على الجديد اللي هو جي 1 زائد اتش 2 في جي 3 وترجعه تاني لجي 2 في على جي 2. يعني ايه يعني هي دي المفروض دي توصل هنا جي 2 صح المفروض توصل هنا جي 2 هي واصله ايه بقى واصله اتش 1 زائد جي 2 في جي 3 وانا عايز جي 2 يبقى اقسم على ده واضرب في جي 2 لو عايز يعني احط هنا بلوكايه كده فوق جي 2 وتحت الجديد اللي هو طلع لي اللي هو اتش 1 بلس جي 2 مضروب في جي 3 ده اللي عايز اعملها. لكن اللي عمل الباشمهندس ابسط يعني هو نقل جمع دولت بس بعد ما نقل لي طبعا لما تنقلها هنا زي ما هو حصل بالظبط زي ما هو عمل يعني في حله ده كان ابسط. لكن ايوه شايف هنا او نقلها هنا هي يعني هي كان المفروض جي 2 هو ضربها في اتش 2 علشان تاثير مين كان المفروض ايه اقول يعني المفروض يجي بعد جي 2 فانا شلت تاثير جي 2 ايوه تمام تمام. لكن اللي انت عايزه ممكن تعمله يا ريت تعمله في ورقه وتشوف نفس الحل هيطلع هو ولا لا. لكن كل حاجه ممكنه لكن الابسط بقى والاصعب هو ده اللي يعتمد على هتنقل منين اللي فين. مفهوم تمام شكرا. كمل يا باشمهندس كمل يلا اتفضل. تمام يا دكتور تمام ماشي. احنا هنا بسطناها فهنا يبقى عندي هنا يبقى عندي اتنين بدل مع بعض كده اللي هو الاتش 1 والجي 2 فاجمعهم مع بعض اهو جي 1 زائد جي 2. طيب هنا بقى زي ما كنت بقول هنا انت ممكن ايه هو طبعا اي سؤال فيه كذا حل فانا هعمل حل هنا واشوف ايه اشوف انتوا تعرفوا ايه تفكروا في الحل التاني ولا لا وانا معاكم يعني ما تقلقوش. طب انا هعمل ايه انا هنقل اتش 2 جي 2 دي النقطه دي اللي في البوينت دي هنقلها بعد الفانكشن دي كلها اللي هي بعد الاتش 1 زائد جي 2 وبعد الجي 3. طب انا ليه بعمل كده اصلا يعني انا ايه هدفي ان انا اعمل حاجه زي كده. انا هدفي ان انا يبقى عندي ايه يبقى عندي فيدباك سيستم اللي هو ده يعني انا كل الهدفي ان انا يبقى عندي الفيدباك ده بس انا اللي مقصر عليا النقطه دي
النقطة اللي عندي دي، فأنا هتخلص من النقطة دي إزاي اللي أنا أنقلها هنا؟ طيب أنا لما أنقل فين أهي زي ما الدكتور كان عامل، وأنا لما أنقل النقطة بعد الفانكشن وأشيل تأثيرها بشيله إزاي؟ بقسم على بقسم على اللي موجود عندي، مظبوط جدا. طب أنا إيه اللي موجود عندي؟ بقسم على حسب ضرب دول بالظبط. الله ينور عليكم يا شباب أهي، سيبك من اللي فوق دي، هي الصغيرة دي، أنا بس أعملها كده عشان حاجة تانية هتعرف دلوقتي. أهي، حد عنده مشكلة في النتيجة دي؟ ها حد عنده مشكلة الفانكشن دي جت ازاي؟ ما دي القسمة اللي كان موجود على الفانكشن. يعني تمام مظبوطة تمام. وهي كانت ايه، ان الطرف التاني كان على السامنج بوينت البعيد، انا بس ايه نقلت دي تحت مش اكتر. يعني هي في الحالة دي كانت فوق ال H3، نقلتها تحت ال H3 ليه؟ عشان تعرف تشوف بس الفيدباك سيستم ده يبقى باين عندك. تمام، فيدباك سيستم اهو، حاصل ضرب الدالتين اللي هم دول اللي هي جي 3 و اتش 1 زائد جي 2. تمام، عارفين الاجابه بتاعته عامله ازاي بقى؟ هتبقى اللي فوق على ايوه على واحد ناقص اللي فوق في اللي تحت. مظبوط الله ينور. هتبقى هي كانت لحظه كده، هي دي كانت ناقص يا شباب، انا هي تقريبا عملتها زائد فين حل. يعني دي لا دي ناقص، يعني دي ناقص معلش معموله غلط تبقى زائد. بس بس عشان كده تبقى زائد، بس هو زي الباشمهندس ما قال هتبقى اللي فوق واحد زائد اللي تحت. تمام، طب وده عندي ايه كمان؟ عندي كمان واحد صح، عندي كمان واحد فيدباك. هو ده بقى كان قصدي لما كنت بقول لكم الارقام ايه عشان ممكن تبقى، هو ده كان قصدي لما قلت لكم حته الفانكشن ممكن تبقى كبيره فممكن تلخبطها، عشان لو عايز تعمل سيمبليفيكيشن مع نفسك كده وايه وتحط مثلا حاجه بتساوي حاجه زائد حاجه عشان ما تلخبطش. ليه؟ بص الحل اللي عندك هيبقى عامل ازاي، شايفين دي؟ دي هي عباره عن ايه، على واحد زائد الفانكشن دي والفانكشن دي في الفانكشن دي، هتطلع عامله كده. لو عايز تشوفها حتى ايه اللي هي جي 3 اتش 1 زائد جي 2 على 1 زائد اتش 3 جي 3 اتش 1 زائد جي 2، هي اللي فوق اهي، 1 زائد اتش 2 جي 2 على اتش 2 جي 2 على جي 3 اتش 1 زائد جي 2 في اللي فوق. هتلاقي ان في حاجات بتروح مع بعض ممكن تعملها سيمبليفيكيشن كده. تمام، طيب وعندي ايه تاني كمان؟ اتفضل. خلاص بتصيري صدرهم في بعض. بالظبط، بتصيري صدرهم في بعض. يعني لما ده مع ده ضربت طبعا فوق وتحت في اتش في 1 زائد اتش 3 جي 3 اتش 1 زائد جي 2 عشان بس ايه ابسط المعادله شويه، فطلعت عندي بالمنظر ده. طب هو انا ده عندي يا شباب ده ايه اصلا؟ اللي عندي ده يونيتي فيدباك. بالظبط، بس هو فيدباك، هو يونيتي فيدباك بس هو فيدباك، عامله زي الفيدباك العادي اهو. الفانكشن دي على 1 زائد 1 في الفانكشن دي اهي. تمام، ولا حد عنده مشكله من الفانكشن كتير؟ ما حد عنده سؤال؟ مش مهندس بعد الفيدباك ده. اتفضل. ممكن بس بسرعه بس تقول لنا السيكونس الخطوات اللي مشيناها عشان ما جمعتش. طب هو كان في حد بيسال انا كده ماشي عادها، بس هو كان في حد بيسال سؤال قبليها اخر خطوه ثانيه بس يا باشمهندس. اخر خطوه ماشي، هو اللي تحت ده يا باشمهندس، اللي تحت ده ايه اصلا؟ اللي تحت ال H3 ده يونيتي فيدباك. ايوه بس هو فيدباك، يعني ماشي انا عارف ان هو يونيتي، المهم ان هو فيدباك سيستم. الفيدباك سيستم ده في العادي بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه فانكشن هي زي ال H3 والكلام ده، بس هنا مفيش، فعامله معامله فيدباك عادي اللي هي الفانكشن اللي فوق على واحد زائد الفانكشن اللي تحت زائد في الفانكشن اللي فوق، بس انا الفانكشن اللي تحت هتعتبرها بواحد،
بس. تمام بس هذا اللي انا عملته، الفانكشن اللي فوق، الفانكشن اللي فوق على واحد زائد الفانكشن اللي فوق برضه، لان كده كده مضروبه في واحد فمش فارق، وعملت سمبليفيكيشن طلع حلها. ماشي، سيكونس الحل بقى ايه مع بعض كده بسرعه. انا كان عندي في الاول، كان عندي في الاول الاثنين بايل مع بعض دول عايز تخلص منهم، فعملت ايه؟ نقلت ال H2 قبل ال G2 اهي. طب عشان نقلتها قبل ال G2، عشان نقلتها قبل ال G2 يبقى انا لازم اشوف تاثيرها على ال G2 على H2، عشان ما ينفعش انقل كده وخلاص. فخلاص خدت تاثيرها ان انا ضربتها في ال G2، يبقى كده ايه؟ H2 G2. عندي اثنين بايل مع بعض اهو، جمعتهم مع بعض اهو، H1 زائد G2، H1 زائد G2. عندي اثنين فانكشن اهو سيريس مع بعض، هضربهم في بعض وهنقل ال H2 G2 بعد G3. طب انا هنقلها بعد ايه؟ بعد اثنين فانكشن، يبقى لازم اقسمهم على الاثنين فانكشن اهي. عندي ثلاثة فيدباك سيستم ورا بعض، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. بس ادي اول واحد، وبعد كده تاني واحد، وبعد كده هضرب بس في الجي واحد عشان اعمل ايه؟ اعمل اخر واحد اللي هو ده. تمام يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. طب هو ليه الاسهل يعني ان انا امشي بدل ما اخليهم ثلاثة فيدباك؟ ايوه، انا ده اللي بقى اللي عايز حد يقوله لي. هنعتبر ان اول خطوه يعني هو انت زي ما الدكتور قال برضه، هو في كذا طريقه، بس في طريقه اسهل بعد اول خطوه دي. يعني شوف اول خطوه دي اللي انا نقلت فيها الاتش 2، في طريقه اسهل. ايه بقى الطريقه الاسهل؟ يعني بص انا هبتدي معاكم، بس مش عايز اوريكم الحل على طول، هو الحل بان اهو. ها ان احنا نبدل التو سميشن بوينت وناخد الاعتبار بتاعهم، تبدل عشان بانت صح. ماشي مفيش مشكله. يعني المشكله عندك هي مش دي، الشبه دي شويه صح؟ صح ولا يا شباب؟ صح تمام. صح. طيب ماشي، هو انا لما بدلهم، وانا اصلا بدلتهم ليه؟ هو انا ايه السبب اللي انا بدلتهم؟ ان مفيش حاجه ما بينهم، ما لهمش تاثير على حاجه، ان مفيش حاجه ما بينهم. ماشي، وان انا ليه عايز ابدلهم بقى ليه؟ علشان ما يبقاش في مسارات متقاطعه، يعني في كذا فيدباك متقاطعين ورا بعض، عشان اطلع فيدباك. تمام، عشان اطلع فيدباك. الله ينور. طيب انا هنا مش هعمل بقى حاجه ال H2 G2، هعمل حاجه تانية. تفتكروا بقى اعمل ايه؟ انا هي الهدف في الاخر زي البشمهندس، الهدف في الاخر ان انا اطلع فيدباك. يعني ده الهدف بتاعي، انا عايز اطلع سيستم شبه فيدباك عشان اخلص منه، اعمل له ايه؟ سمبليفيكيشن على طول. هتبقى حاجه ال H1 دي، ال H1 دي يا شباب ينفع انقلها بعد ال G2؟ ينفع عادي. والتساب عامل ازاي؟ هي المفروض اضرب في جي 2. اقسمها على جي 2، اضرب ليه؟ هي اصلا ما بقتش مضروبه في جي 2، فلما لقيتها بعد جي 2 يبقى انا كده هدخل مضروبه، فانا بقسمها على جي 2. يعني فين؟ هو انا باشمهندس في الحته دي عشان مش فاهمها قوي. باشمهندس، هو في الجزئيه اللي ورا دي، لما انا هنقلها من بعد الجي 2، هنقلها بعد الجي 2 على طول ولا وقبل جي اتش 2 ولا بعد الاتش 2 كمان، يعني بعد النقطتين كلهم؟ هي هتفرق في ايه؟ هي مش هتفرق؟ لا هتفرق. انا عايز تقول لي هو انت بتحطها كده عشان تثبت ان اللي داخل على اتش 1 على جي 2 هو داخل على اتش 2، بس انا بيني وبينك كده هي هتفرق في ايه؟ يعني انت لو حطيتها بعديها بسنتي حطيتها قبل، مش تفرق في حاجه، المهم ان مفيش فانكشن يا باشمهندس، فاهمني؟ يعني انا هنا حطيتها فين؟ حطيتها مع الاتش 2 صح؟ طب وانا لو حطيتها بعديها هنا مثلا، يعني انا كنت حطيتها هنا، مش اللي خارج من الجي 2 هو
اللي خارج مضروب في جي 2 هو اللي داخل على اتش 1 على جي 2 هو اللي داخل على اتش 2. طب انا لو حطيتها بعديها قبل السامنج بوينت اهم حاجه طالما ما عدتش فانكشن ولا عديت سامنج بوينت مش هتفرق، ما هو كده كده اللي داخل لها هيطلع برضه. بس انت ايه بشكلها عامل ازاي بتحطها معاها كده يعني انت فاهم كشكل بس فاهم. انا اقصد كده يعني هو السيجنال اللي خارجه من جي 2 بتفرعها في الثلاث اسهم اللي طالعين منها نفس بالظبط. انا بس مش انا بس بقول لك بحطها في اي حته عشان مش عايزك تبقى في دماغك اللي انت لو حطيتها بعديها سنه صغيره هتفرق. لا هي مش تفرق بس انت كشكل يعني مش هي متفرعه زي هنا في الاول كده زي هنا كده تمام بس انت فاهم زي هنا مثلا زي هنا بقول لك اللي داخل على اتش 3 هو اللي هو اللي ايه هو اللي داخل اللي راجع برضه داخل ايه على السامنج بوينت دي هو مش شايف هي متفرعه بانش بس تمام ماشي. طيب هو انا لما نقلت كده يا شباب استفدت ايه بقى؟ يعني انا كده ايه خلاص احنا عكسنا السامنج بوينت دول وقلنا مش هيفرق حاجه وعرفنا مش هيفرق حاجه ليه من المساله اللي قبليها. ولو عايز تعملها اعملها مع نفسك هتلاقي ان ده مش هيفرق حاجه جمع وجمع وطرح ومش هيفرق في اي حاجه. متفقين على الحته دي شباب؟ متفقين متفقين يا باشمهندس. ماشي طيب انا نقلت بقى الاتش واحد ليه اصلا؟ نفس السبب اللي انا بعمل عشان يبقى عندي فيدباك سيستم اللي هو ده صح؟ مش ده فيدباك؟ حد يمنع ان ده يبقى فيدباك يا باشمهندسين؟ في حاجه تمنع ال H2 مع ال G2 حاجة تمنع ان هو يبقى فيدباك دلوقتي يا باشمهندسين؟ لا لا بس خلاص هيبقى فيدباك النتيجة بتاعته ايه؟ G2 على 1 زائد H2 G2 تمام؟ تمام. وال G3 نزلت زي ما هي، ايه ده بقى؟ ده اليونتي فيدباك لا ده البرا اليونت ايوه اليونت بقى يا شباب مش يونت فيدباك. وانا لما نقلت هنا اهي الحته دي لما نقلتها هنا مش دي واحد اللي تحت دي لما نقلت الاتش 2 يا شباب الاتش 2 كانت الاتش 1 كانت هنا نقلتها هنا مش ده خط يعني يونتي صح؟ حد يرد عليها يا شباب؟ ايوه عشان السهم طالع لقدام مش راجع لورا. لا مش جاي طالع لا هو مش راجع لورا فهو مش فيدباك ماشي بس بعيدا عن دي انا قصدي هو انتوا فاهمين هو ليه يونيتي يعني ليه واحد؟ لان مفيش حاجه اصلا انا نقلته بعد اذنك يا باشمهندس بعد اذنك يا باشمهندس اتفضل يا دكتور مش فاهمين هنا بس بص يا النقطه دي العلاقه بينها وبين النقطه دي ايه مضروبه في كام؟ هو في حاجه اتضربت فيها؟ مفيش يعني واحد يعني اي خط من دولت ممكن تحط عليه واحد وممكن احط واحد هنا بس ملوش اي لازمه طبعا لان واحد في اتش 3 هي اتش 3 صح ولا لا؟ لكن النقطه دي بالنسبه للنقطه دي هي ولا اختلفت؟ حد يرد عليا يا جماعه يلا قولوا هي يعني كأن هنا في بلوك فيه كام؟ ها يلا مين معايا؟ فين مصطفى اللي كان بيسأل ينقل النقطة أصلا؟ فين؟ مش اللي كان بينقل يعني عايز ينقل النقطة مصطفى ده كان عايز ينقلها؟ أيوه مصطفى مش النقطة دي اللي جاي هو نفس اللي وصل للنقطة دي ولا لأ؟ يعني كأن أنا ضرب في كام؟ ضرب في كام؟ واحد اي حته فاضيه زي دي حط فيها واحد أو بس هنا هحط ليه ما لهاش لازمه لكن هنا انا محتاج اشوف هنا البلوك اللي هنا كام البلوك اللي هنا بكام يا جماعه واحد نفس الكلام البلوك اللي هنا بكام واحد يعني بارالي واحد ومعاه ايه كمان فوق معاه ايه كمان فوق اطلع كده يا باشمهندس واحد على جي 2 اتش 1 على جي 2 ومجموعة على واحدة دول بارلل يبقى دول بارلل جمع على بعض يعني معناها ان لو عايز تملى اي خط فاضي حط فيه واحد ومصطفى بقى اللي كان عايز يحل ينقل النقطة يحلها لو سمحت ويبعتها لي ويبعتها للبشمهندس والنتيجة الأخيرة لازم تكون هي اللي مطلعها البشمهندس اللي تحت. اتفضل يا باشمهندس اتفضل يا باشمهندس. طيب
على الرز تمام. طيب هو زي الدكتور ما قال كده، هو الواحد ده انا بمثل ايه؟ بمثل ان الخط ما فيهوش فانكشن، فعشان كده عملت اتش واحد على اتش اتنين كان الباقي مع خط ما فيهوش اي ايه؟ ما فيهوش اي فانكشن، فانا زائد واحد تمام. طيب ايه بقى اللي عندي ده يا باشمهندسين؟ ها فيدباك فيدباك سيستم فيدباك، والفانكشن اللي فوق دي سيس مع بعض هتضيف في بعض، نضرب الثلاثه دول في بعض بس هتضيف الثلاثه في بعض، وفيدباك مع اتش 3 ما تتخضش من الشكل، يعني مش عايزك تتخض من الشكل، لما تعمله على نفسك هتلاقي نفس الاجابه، انت بس مجرد ان تعمل ايه، انا بقى بتعمل سمبليفيكيشن عشان ما تعقدش نفسك، يعني هي هتوحد مقامات هنا هتبقى اتش 1 زائد جي 2 على جي 2 وهتفضل كده لغايه عشان ايه شو تقطع. سامعيني يا شباب؟ بس فايه الفيدباك سيستم ده هتبقى الاجابه بتاعته ازاي؟ بالقانون العادي اللي احنا عارفينه اللي هو اللي فوق على واحد زائد اللي الفانكشن فانكشن مضروبين في بعض اللي تحت في اللي فوق تمام. ومعايا جي واحد وده نفس الاجابه اللي احنا طلعناها فوق يونيتي فيدباك، بس هتضرب الجي واحد وتعمل يونيتي فيدباك ده بعد ما ضربت الجي واحد في الفانكشن اللي عندي دي، ضربت الاثنين فانكشن دول في بعض وعملت يونيتي فيدباك بس. شوف سبحان الله اهي، عشان بس ايه تعرفوا ان في كذا طريقه، بس طبعا يعني انت في امتحان وبتاع دايما اسهل طريقه الاحسن يعني، بس انا قلت اشرح لكم ايه الطريقتين اهي نفس الحل. حد عنده مشكله في اي حاجه في الحلين؟ شباب مش فاهم، معلش هو موضوع نقل النقط بدون تأثير ده مش عارف افهمه موضوع نقل السامنج بوينت؟ يعني في اكتر من مرة يعني بينقل من غير ما يحصل اي تأثير كده فالموضوع صعب يعني. هو انا طيب وانا مش ما كنتش معايا في المسألة التانية، ما انا ده انا قلت اشرحها في المسألة التانية لانها اسهل. ما انا شفت ما كنت مع حضرتك بس ما فهمتوش برضه يعني. تمام ماشي، طب انا هشرحها برضه على المسألة التانية، المسألة التانية ابسط يعني، يعني اظن المسألة التانية واضحة اكتر ايه من المسألة التالتة عشان تبقى باين. بص يا باشمهندس انا معلش سوري، هو المسألة التانية فهمت، انا قصدي في المسألة التالتة كان الموضوع انا فهمت في المسألة اللي فوقش فهمت. ما هي هو انا هنا انا بس في المسألة التانية بس يعني عملت لك بالفانكشن عشان المسألة التانية انا اعملها لك بالفانكشن اسهل، لكن المسألة التالتة عشان اعمل الفانكشن هو كتير قوي، بس ايه هي اتنين سامنج بوينت اهي ورا بعض مفيش اي فانكشن ما بينهم، هنا اتنين سامنج بوينت ورا بعض مفيش اي فانكشن ما بينهم، اللي داخل على السامنج بوينت التاني هيطيح وبعدين هيجمع ويطيح. طب ما انا قلتهم نفس الكلام هيحصل، مفيش اي حاجه هتتغير، ايه اللي ممكن يتغير؟ ايه اللي انت شايفه؟ انا قصدي مثلا ان هو في السامنج بوينت الاولى هيخش عليها جي 1 وداخل عليها اتش 2، لما اجي البوينت الاولى داخل عليها جي 1 واتش 2 واتش 2 وهيخش على السامنج بوينت الثاني تمام، داخل اللي داخل عليها الاوتبوت مضروب في اتش 3 وداخل عليها اللي طالع من الاولانيه صح؟ اللي طالع منهم هما الاثنين بقى، هي إيه دي الفكره، اللي طالع منهم هما الاثنين هيتغير، اللي طالع منهم هما الاثنين اه انا قصدي اللي داخل على نقطه مش هيبقى هو اللي داخل على النقطه اللي قبلها يعني، اللي هو اللي داخل اللي هو اللي داخل على الجي 2 والاتش 1 تفتكر لما انا اقلبهم هيتغير؟ جي 2 اتش 1 اللي داخل على ايه؟ اللي داخل على الجي 2 والاتش 1، انت مش اللي طالع من سامنج الاثنين سامنج بوينت داخل على الاتش 1 وداخل على الجي 2؟ طيب لما انا اقلبهم يعني اجيب دي مكان دي، اللي داخل على الاتش 1 والجي 2 هيتغير؟ لا بس خلاص اديك جاوبت اهو. انا اهم حاجه عندي انا ببص على النقطه البعيده ما ببصش على النقطه بالظبط، انا ببص على النقطه اللي لا مش البعيده اللي بعديهم، هو هل اللي بعديهم اللي هيكمل فاصلا الفانكشن اللي عندي الكبيره اللي انا بحاول اعمل لها سمبليفيكيشن كميه الفانكشن اللي بحاول اعمل لها سمبليفيكيشن دي هياثر في حاجه؟ لا، ما هو اللي طالع منهم هيبقى هو برضه، اللي هيتضيف في اتش 1 هو اللي هيتضيف في اتش جي 2 هو اللي هيتضيف لو انا نقلتهم او ما نقلتهمش، هو مش هيتغير لانه مجرد جمع وطرح. انا مش فارق بقى، مش فارق معايا اللي ما بينهم
انت قصدك ان اللي ما بينهم اتغير صح؟ مش ده قصدك؟ طب هو انا اللي ما بينهم ده داخل في فانكشن؟ لا مش داخل في اي فانكشن، لا متاخد منه بانش داخل في فانكشن ولا في فانكشن ما بينهم اصلا ولا اي حاجه صح؟ يبقى انا اللي داخل ما بينهم ده مش هيفرق معايا في حاجه. امال هيفرق معايا في ايه؟ اللي طالع منهم. طب ما هو اللي طالع منهم مش هيتغير. تمام يا باشمهندس، تمام شوف يا باشمهندس. لا لا العفو عليك. حد تاني عنده سؤال؟ باشمهندس هو انا اقدر اعتبرها قاعده كده ولا ممكن في مره ما تجيش؟ لو مفيش اي تاثير ما بينهم، يعني مفيش اي فانكشن ولا متاخد منهم بانش لاي فانكشن واتنين سامنج بوينت ورا بعض، تمام. اهم حاجه ما يكونش في تاثير في منهم في اي حاجه ما بينهم. طالما اللي ما بينهم مش هيفرق في حاجه، يعني هيفرق اللي طالع منهم. طيب لو في برانش بين الاثنين لا لو في برانش بين الاثنين هتعامل معاها ازاي؟ الموضوع اختلف. لا لما تيجي مساله بقى يبقى نشوف. ممكن ما يبقاش، ممكن اصلا ما احتاجش ان انا انقلهم، يبقى ممكن يبقى في طريقه تانية. انت فاهم يعني؟ بتبقى كيسز، فانا ما اقدرش اقول لك هنعمل ايه لما اشوف المساله. لكن لو في بنش منهم لا الموضوع اختلف على طول، لان كده اللي ما بينهم بيفرق زي باشمهندس ما كان بيسمع. اللي ما بينهم كده فرق حاجه داخل على فانكشن، يبقى كده ما ينفعش. حد تاني عنده أي سؤال؟ تمام ماشي. خلاص كده يا باشمهندسين السكشن خلص. ان شاء الله زي ما قلت لكم مواعيدها يعني هنظبطها ان شاء الله، هندلعكم بيها عشان ما تعارضش مع اي محاضرة او سيكشن تاني. وان شاء الله زي ما قلت لكم هيبقى في كوز على شيت واحد واتنين، بس ايه، بس لسه التفاصيل هنقولها يعني. بس ولما انا اول لما ايه نظبط المواعيد هتبقى ايه نبلغكم بيها على طول. ماشي يا باشمهندسين، يعني تمام. شكرا يا باشمهندس، العفو. كل سنة وانتم طيبين وربنا معاكم ان شاء الله.